هذا وأصبح الحراك الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة يحقق نجاحات لافتة على مر الزمن، فقد بدأت الحركة الثقافية منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 من ديسمبر عام 1971، وفي كل إمارة من إمارات الدولة السبع هناك خصوصية وتميز في ظل تناغم وتكامل وانسجام يشكل بمجمله المشهد الثقافي العام في دولة الإمارات. ولا مبالغة في القول إن الثقافة لم تغب يوما عن المشهد الإماراتي. منذ سنوات خلت لا يكاد يمر يوما على الإمارات من دون نشاط أو برنامج أو فعالية ثقافية كبيرة ذات طابع محلي أو عربي وعالمي. فدولة الإمارات العربية المتحدة باتت مشهدا ثقافيا متميزا لما تقوم به من برامج متنوعة تحمل بين طياتها عمقا ثقافيا لافتا بفضل ما يوليه حكامها من اهتمام كبير بالثقافة وسبل تعزيزها بين أفراد المجتمع الإماراتي. تحية الإمارات في عيدها، ولا بد أن نقول أن العلاقات الثقافية مثل العلاقات التاريخية والأسرية قوية ودائما مثمرة. بالنسبة لي على المجال الشخصي وفي مركز الشيخ إبراهيم كانت هناك تجربة غنية بالتعاون مع الإمارات وتحقيق إعادة إحياء مبنيين في عام الشيخ زايد العام الماضي 2018، كان عاما مخصصا للراحل الكبير الشيخ زايد، وكانت مبادرة أن يكون هناك مشروعا في مملكة البحرين باسمه، فجاء نزل السلام ليحقق هذه الغاية. تحية الإمارات في عيدها، ودائما التواصل جذورهم ممتدة إلى أعماق تاريخنا وبين قلوبنا، الأواصر دائما متجددة. مؤسسات إعلامية وثقافية جديدة، تعليم قوي، خطط استراتيجية متنوعة وضعتها حكومة الإمارات لتمضي قدما في تعزيز الحركة الثقافية في الدولة، فأطلقت العديد من البرامج والمعارض والمسابقات في مختلف المجالات الثقافية لإيمانها المطلق بأن العلم والمعرفة لا يقتصران على الكتب، وإن الثقافة هي مرآة البلد تتجلى في فكر أبنائها. الإمارات يعني لها نشاط كبير وتستقطب العديد من مثقفي العالم العربي والعالم حتى لمواكبة ومشاهدة وملاحظة هذه الأنشطة الثقافية التي تهتم بالنشاط العالمي. في الإمارات هناك دار أوبرا، في الإمارات هناك والت ديزني، في الإمارات هناك أنشطة عالمية. مؤخرا أنشأوا متحف لوفرر يجلبون فيها الرسومات العالمية، وهذه شيء يشكرون عليه بعد. بشكل عام يعني في الإمارات في كل إمارة عندهم اهتمام من الجانب الثقافي والتراثي. مسيرة غنية منذ تأسيس الدولة مستمدة من تاريخ الثقافة العربية الضاربة في العمق، وها هي اليوم تصبح طريقة حياة وأسلوب عيش يحكم مختلف النشاطات في الدولة. حراك ثقافي لافت استقطب العديد من الثقافات العالمية على أرض الإمارات وصدر ثقافته في الوقت ذاته ليؤكد للعالم بأن هذه الدولة تعمل بشكل متواصل على إبراز هويتها الثقافية بأسلوب مميز. قولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.